يا سلام يا معلمة، حبة حمام إنما إيه؟ يرد الروح في الواحد حقيقي. ألف هنا وشفا يا بركة. تاكليش ليه يا دودو؟ دودو معلش، أصلا ما ماليش نفسكم. إيه ده؟ يا دعاء ملا مالكش دعوة، أنت خليك في حالك. طيب دعاء، ما حكتلكيش حاجة معلمة؟ حكتلي حاجة عن إيه؟ عن اللي حصل لها. جرى إيه يا زين؟ ما أنا حكيتلك على كل حاجة يا عم. الحرب أنا حاسس إن موافقتها إنها ترجع المنطقة بالسهولة دي، وعدها عند المعلمة وراه حاجة حرب. أنت مفيش أي حاجة عجبك؟ عند دنيا قلقان، في الكباريه قلقان، وهنا برضه قلقان. ما أنا لازم أفهم كل حاجة يا حربي. أنت بتفكر في إيه يا زين؟ يا حربي الدعاء كانت عند بنت عمها بتاعت الكباريهات اللي ماشي على حل شعرها، وانا بصراحه يعني خايف تكون مايله دماغها يعني اخرس قطع لسانك. دعاء دماغها كويسه ومش اي حد يعرف يضحك عليها، والبنت زي ما خرجت من هنا صاغ سليم رجعت تاني صاغ سليم، الا ما كانتش رجعت. اللي عامل عامله بيطفش، شيل افكار السودا دي من دماغك وشوف الدنيا صح بقى، وبطل تسيء الظن بالناس. يلا 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 قوم يا زين، قوم نغسل ايدينا ونمشي، يلا ورانا شغل كتير. شغل ايه؟ شغل يا زين شغل. طب ايه، تحب اجي معاكم؟ لا كمل انت اكلك براحتك. يلا بينا يا زين. شغل ايه والنبي اللي في نصاص الليالي ده؟ شغل ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ هننفذ اوامر الباشا الكبير. الليلة؟ ايه؟ تحب نأجلها؟ لا طبعا، يا ريت دلوقتي كمان، بس أبدأ بعزام. هيحصل يا زين، وغلاوتك عندي لا يحصل، بس نروح مشوار الأول وبعد كده نشوف حكاية عزام الكلب ده. اتأخرنا عليك. عادي، عنتر بيه قال لي اقابلكم هنا وانفذ كل طلباتكم. خير؟ عايزين ناخد شويه حاجات من المخزن. حاجات ايه اللي عايزين تاخدوها؟ احنا نقف نتكلم هنا في الطل. افتح المخزن وانا اقول لك. اتفضلوا يا بهوان، المخزن اهو كله تحت امركم. هي فين؟ هي ايه اللي هي فين؟ بضاعه. وانتوا عايزينها فين؟ جرام وفين؟ هو مش عنتر بيه قال لك اعمل لهم اللي هم عايزينه من غير اسئله؟ ايوه بس ما بس ولا ما بسش؟ فين البضاعه يلا قول. جوه هناك. على ايه؟ حربي. مفجرات هتنفع؟ في وقت زي ده اصل في حاجه حصلت كانت على بالي وعلى الخاطر وكان لازم ابلغك بيها. ايه اللي حصل؟ عنتر بيه امرني اروح المخازن المحاجي اللي في الجبل واقابل حربي وزين وانفذ كل اللي امروني بيه. اه وبعدين؟ خدوا صندوقين البضاعه وصندوق ديناميت وحطوهم في عربيتهم ومشيوا. انت ازاي تسمح لهم بكده؟ ما هي دي اوامر عنتر بيه وكان لازم انفذها. وانت ازاي الحمار سلمتهم البضاعه؟ ما انا كنت فاكر ان سعادتك اللي قلت لعنتر بيه يعمل كده. ما تعرفش العيال دي خدت البضاعة وراحت فين؟
لا ما اعرفش. هو عنتر فين دلوقتي؟ في العوامه مستنيني ابلغه باللي حصل. تبقى تروح له. بس اسمع، قبل ما تروح له تعدى على عزام في الكباريه وتعرف اذا كان عنتر اتكلم معاه في حاجه ولا اتفق معاه على حاجه، وبعدين تروح لعنتر في العوامه. مفهوم يا مفيد؟ حاضر حاضر عدي بيه. ازيك يا دندن؟ فل الفل يا بابي. ها شفت دعاء قبل ما تمشي؟ لا، لما روحت البيت امبارح لقيتها مش موجوده، لمت حاجتها ومشيت، شكلها كده رجعت عند بيت ابوها. والله هتوحشني دعاء. دي كان ممكن يبقى لها معانا مستقبل كويس قوي. نعمل ايه؟ ملهاش في الطيب نصيب. هو قال ايه؟ قال واد زين عايز يتجوزها. صحيح، هو اخبره ايه هو وحربي؟ بقى لي كتير قوي ما شفتهمش يا بيه. ليه انت زعلانه معاهم ولا ايه؟ لا ازعل معاهم ليه؟ بس يعني زي ما انت عارف الباليه لعبت معاهم، بقى عندهم مصالح ومشغوليات. اللي عيلي عيل. ايوه يا دندن، بس انتوا برضه اصحاب وولاد حته واحده، والعشره طبعا بينكم. مؤاخذة يعني مش فاهمه، وانت من امتى يعني بتهتم بحربي وزين؟ لا يعني اصل بعد دعاء ما سابتك ومشيت المفروض ان هم يسالوا عليكي ويودوكي. امال يعني الصحاب ايه اللي بينهم غير كده؟ يعني انت شايف كده يا بابي؟ طبعا يا حبيبتي. خلاص، يبقى انا بكره ولا بعده كده اروح عندهم المنطقه واسال عليهم واشوف اخبارهم ايه. برافو عليكي، هو ده اللي لازم تعمليه، تسالي عليهم وتعرفي اخبارهم ايه وبيفكروا في ايه. يا سلام، ده انت تؤمر يا قمر. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. هسيبك انا بقى علشان تجهزي لنمرتك، وما تنسيش هتبلغيني اخبار زين وحربي، اصلهم وحشوني قوي. من ذيس اي لذيس اي. يا واد انت يا انجليزي يا جميل. دنيا بتتكلمي منين؟ هكون بتكلم منين يعني؟ من الكباريه. قابلت عزام؟ هو اللي جالي وقال لي اعرف كل اخباركم وبلغها له. وقلت له ايه؟ سيرته في الموضوع طبعا، وقلت له اللي هو عايزه هيحصل. بس انا خايفه قوي يا حربي، الراجل ده مش سهل، انا حاسه الموضوع ده مش هيعدي على خير. يا دنيا ما تجمدي قلبك امال الله، وبعدين موضوع عزام ده هيخلص في اسرع وقت. المهم قولي لي، عزام بيسيب الكباريه ويروح الساعه كام؟ على الساعه 2 2 ونص تقريبا. حلو قوي، يبقى هننفذ الليله. ايه الليله؟ خير البر عاجله. يعني يا حربي انت مصمم على اللي في دماغك دوت؟ جرايه دنيا، ده حق دعاء علينا، وبعدين ما قدرناش طريق تاني غير ده. المهم تنفذ اللي قلت لك عليه بالحرف وسيب الباقي على الله. حاضر حاضر يا حربي، هعمل كل اللي انت قلت لي عليه. وانا اخلص اللي ورايا واجي لك على البيت. سلام. خليه، هنحتاج له الليله. الليلة هنخلص من عزام. يا مفيد اتأخرت عليا ليه؟ أنا مش مفيد يا عنتر، أنا عزام. يا عزام في حاجة؟ أنت في العوامة؟ في العوامة. طيب أنا جاي لك على طول عشان عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع إيه؟ لما أجي لك هقول لك. على العموم أنا مش هتأخر. سلام.
هشام فين؟ الحقني يا عنتر بيه، في حاجة رهيبة حصلت. حاجة ايه؟ ما تتكلم يا أخي. عربية عزام وبرعي، العربية اتنسفت بيهم قدام الكباريه وراحوا فيها هم الاتنين. بتقول ايه؟ اتنسفت؟ الغريب في الموضوع إن حربي وزين كانوا هناك، شفتهم هما بيبعدوا بالعربية ساعة عربية عزام وبرعي ما ولعت فيها النار. أنت متأكد يا مفيد؟ أنا شايفهم معايا الاتنين دول اللي هياكلوا من الدود. أنت إيه اللي وداك ناحية الكباريه؟ مش مهم أنا إيه اللي وداني، المهم أنا كنت هناك وخلاص. أنا بكلم سعادتك عشان تلحق تتصرف. عايز رأيي؟ هيك أنت كمان يا عنتر بيه. ابعد يا رب بعدك روح يا أخويا. عنتر بيه أنت ما بتردش عليا ليه يا عنتر بيه؟ قبل ما خلصنا اللي ورانا. هو ده الكمبيوتر؟ ايوه اهو. يلا بينا احنا الحاج. ما تقعدوا كده تهدوا تشربوا لكم حاجه. يا دوبك بقى دنيا نروح ننام لنا ساعتين، ورانا بكره شغل كتير. ماشي يا حربي. هتيجي تشوفني تاني امتى؟ هتصل بيكي بكره. طب النبي يا حربي لو شفت دعاء بسلم لي عليه. مالكيش دعوه انت بدعاء. ابعدي عنها احسن لك. خلاص بقى يا زين خلاص. يلا حرب خلينا نمشي من هنا. يلا اسمع على خير يا دنيا. وانت من اهله. اصحى زين اصحى جدع بقى. انت ايه قتيل؟ اصحى اصحى. امشي شوية. يلا زيد يلا حبيبي يلا زيد يلا زيد اصحى حبيبي. بس بقى بس يا حرب على الصبح انت بتهش دبانه يا عم. انت ناسي ان احنا رايحين لصلاح قبل ما نطلع على المشهد الكبير ولا ايه؟ يا سيدي مانيش ناسي. طب يلا اسيبك كده على القهوه وانت اصحى وفوق كده وخلي الواد بركه يصحى بقى عشان نروح المستودع. عايز حاجه؟ سلام. وعلى الفل. اصحى بركة. قوم يا بخت. واحد شايكوشه تقيل يا واد كيمو. عينيا يا نجم. صباح الفل يا عم نوفل. صباح النور يا ريس حربي. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ لا ما انا دلوقتي بصحى بدري عشان افتح المستودع للعمال عشان الشغل يمشي اوام اوام. عفارم عليك يا عم نوفل يا راجل يا بركه. انا كنت عايز اشكرك عشان الموقف اللي انت عملته مع دعاء وخليتها تمشي من عند دنيا ورجعتها المنطقة تاني. عيب عم نوفل ما تقولش الكلام ده. دعاء دي بنت حتيته زي اختي بالظبط. ربنا يديم المحبة. قوم انا عشان العمال. يا عيب عم نوفل خلاص الشاي عندي اتكل انت على الله. طول عمرك صاحب واجب. سلام عليكم. وعليكم السلام.